نحن في الإقليم لسنا بدولة نستطيع الاقتراض من البنوك الخارجية، وليس لدينا بنك مركزي نسحب منه. الحكومة الاتحادية التي تقول عنها تدفع الرواتب هي سحبت هذه السنة فقط ما يقارب 12 مليار دولار من بس البنك انطتكم المركزي. الرواتب استاذ ماجد، الاقتراض اوصلت الثاني فقط الرواتب، اوصلت الرواتب لمستحقيها عبر الاقليم. عندما وصلت الى الاقليم طبعا هنالك ارقام مختلف عليها للموظفين في الاقليم عن الحكومه الاتحاديه. صار عمليه الادخار يعني الغير مطبقه في اي مكان عدا في اقليم كردستان. ليش الرواتب اللي رايحة حق الناس اللي رايح لموظفي الإقليم قطعتوه؟ أخي أستاذ كريم، خلي يكون أنا أحكي لك لغة أرقام، لغة عواطف، ما أتعامل بلغة العواطف واللغة مال الإعلام. أنا أحكي لك لغة أرقام، أنا هم أحكي تكلمني لك لغة أرقام، بالأرقام. أنا ما يعني الحكومة مو العراقية، عبث عاطف ويا أنا أحكي لك ابن الإقليم الحكومة العراقي عادي يعني. العراقية، أنا أتعاطف، أنا أريد باشر يدفعون كل الرواتب، وإذا حكومة الإقليم ما تقدر تدفع رواتب خلي تروح على بغداد وتتفاهم وتجيب رواتب الموظفين، هذا هذا الحل واجب عليها، بس طبعا. لغة الأرقام تختلف. نعم تفضل. هذا الحل 320 مليار أخي، بس خلي أنت تقول تدفع رواتب، نعم إحنا رواتبنا 895 مليار، زين. حكومة بغداد دفعت لنا 320 مليار دينار، هذه ايش قد عادل من نسبة الرواتب؟ انت تقول اوصلت رواتب موظفية، ايش قد تعادل 320 من 900 مليار؟ ما تعادل ازيد من 33 35%، ال 65% الاقليم متحملها من ايرادات الخاصة، لا يمكن. انت تقول حكومة بغداد، حكومة بغداد اخي العزيز من اين دفعت الرواتب؟ الاقتراض الاول كان 15 تريليون دينار عراقي، الاقتراض الثاني لتسديد رواتب شهر العاشر وال11 وال12 12 تريليون دينار عراقي، يعني العراق من شهر السادس مقترض 27 تريليون دينار عراقي لدفع الرواتب. يعني من ال 27 تريليون دينار عراقي الاخوه في بغداد الى الاقليم في زمن حكومه السيد الكاظمي لا يتعدى تريليون دينار، يعني 1 على 27. مع العلم احنا راح نتحمل من هذا الدين اللي دينت الحكومة 12 و67%، يعني راح نتحمل من 27 مليار كل مليار 120 مليار دينار راح نتحمله ضمن النفقات السيادية، ستقطع منا حتى في حال اتفاق مع بغداد.